خلونا نرجع نكمل معاكم تاني فقراتنا المختلفة. بنحب برضو نديكم بعض الأخبار كده اللي ممكن أساساً بتفيد الناس. ناس كتير بتهتم بوجود مكاتب الشهر العقاري علشان طبعاً خدماتهم وتوثيق الأوراق وما شابه ذلك. الحقيقة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق شهدت تطوير كبير جداً، إحنا لمسناه كلنا من خلال بقى إيه نظم الرقمنة أو حتى التحديث اللي موجود اللي شهدته المكاتب نفسها. مش بس كده، كمان يعني من فترة بدأت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالعمل على الفترات المسائية المختلفة. الجديد كمان أن المستشار عمر مروان وزير العدل قرر زيادة عدد فروع التوثيق التي تعمل بالفترة المسائية، وده طبعا يعني هيبقى فيها إتاحة أكبر للناس أنها تروح، واللي مثلا عنده ظروف عمل في الصبح مش هيقدر يروح، فيبقى عنده يقدر يتردد عليها في المساء أو ينهي أي أوراق هو عايزها في فترة المساء، فيبقى فيه فرص للجميع. وطبعا الفترات المسائية هتكون متاحة في عدد 17 فرع توثيق موزعة على 11 محافظة عشان يكون إجمالي عدد الفروع اللي بتعمل خلال الفترة المسائية 82 فرع توثيق. والتوثيق طبعا بيسهل على المواطنين، يعني ما يبقاش في زحام ولا في تكدس ويقدر ينجز. أحيانا كمان أنت لما بتدخل كمان الشهر العقاري، يعني مش بتبقى مثلا معك توكيل أو عايز تعرف بعض المعلومات أو عايز تتأكد كمان إن الأوراق اللي معاك سليمة تمام وجاهزة، فبيبقى عندك فرصة كمان إن أنت تاخد وتدي. فإذا وجود الفترات دي كمان بيدي كمان العاملين في مكاتب التوثيق بالوقت، يعني بيمنحهم الوقت لأن المسألة هتبقى زي فيها شفتات فيقدروا يقوموا بالخدمة على أكمل وجه. والحقيقة إحنا بقى عندنا في الشهر العقاري والأوراق ما بقاش عندك مشكلة، يعني أنت في وقت ضيق جدا ممكن تنجز أعمالك، ودي من الحاجات الحقيقة اللي كلنا بنلمسها. تعالوا نروح لمزيد من التفصيل حقيقة عن هذا الموضوع. دكتور ضيف النجار رئيس نادي الشهر العقاري، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. يعني خليني كده أعرف إنه الفترات المسائية زي ما قلنا هتكون متاحة في 11 محافظة، وطبعا الفروع هتبقى سهل، يعني اللي عايز يروح فترة مسائية هيسأل في المحافظة بتاعته عن الفرع المتاح، الكلام ده مظبوط؟ تمام يا فندم، وبالفعل تم الإعلان عن جميع الفروع اللي تعمل بالفترة المسائية الثالثة لخدمة جميع المواطنين، وده يعد تحدي، يعني تحدي مهم ومتوازي مع الزيادة السكانية الكبيرة اللي حصلت في الفترة الأخيرة، اللي بيها كان لازم يتم فتح فروع جديدة للشهر العقاري وتوجيه سعادة الرئيس بتذليل خدمة الشهر العقاري ومتابعة لحظية طيلة الوقت من معالي وزير العدل لهذا الشأن طبعا. تمام، أنا الخدمة أصبحت موفرة جدا. يعني أنا عارفة كمان إن أنتوا بتقدموا خدمات كمان مهمة لكبار السن، اللي بيروحوا يعملوا توكيل، اللي ما بيقدرش حتى يدخل لغاية الشهر العقاري، أنا شفت هذا المشهد الحقيقة، بتخرجوا يعني لحد اللي هو موجود بره المكتب مش قادر يدخل، فبرضه كلمنا عن الخدمات الكتيرة اللي موجودة دلوقتي المتاحة يعني. شوف يا فندم، هي جملة الشهر العقاري في حد ذاتها دايماً ما تساوي هيبة لاسم الوثيق اللي صدر عنها. الشهر العقاري ده متعلق اللي بمجرد ما حد بيلحظ عليها خدمة الشهر العقاري بيحس بالاطمئنان والثقة الكبيرة. صحيح. كان الأول في وسيلة وحيدة فقط للحصول على خدمات الشهر العقاري، إن المواطن أيا كانت ظروفه يتوجه لمكاتب الشهر العقاري بنفسه وينتظر في طوابير طويلة جدا أو ساعات عمل ضخمة جدا مع دفاتر من القرن الماضي. تمام. النهارده بعد التوجيه من سيادة الرئيس والتوجيه من معالي الوزير بهذا الشأن، حصل طفرة كبيرة جدا في البنية التحتية والتكنولوجية وكمان الموارد البشرية في الشهر العقاري. الطفرة دي تحقق عنها ايه؟ ان خدمة الرقمنة والتحول الرقمي وان تقديم الخدمة باربع خمس ست سبع وسائل جديدة خلت ان المواطن قدامه وسائل للحصول على الخدمة بشكل موفر وهو في منزله يقدم عليها ويروح يوقع ويمشي فقط. زي انه ممكن يروح يتقدم للخدمه على بوابه مصر الرقميه، على تطبيق ارغب في عمل توكيل، في السيارات المتنقله، يعني معالي الوزير اطلق خدمه السيارات المتنقله منذ فتره طويله ونجحت نجاح كبير جدا، سياره مجهزه باحدث الوسائل التكنولوجيه هي مكتب شهر عقاري متنقل بالكامل. تمام.
وتقدر بالذات توصل للأماكن الصعبة، يعني اللي هي الناس مش هيبقى متوفر فيها بالرغبة. اه يا المكتب فندم، بشكل بالرغبة كبير. الجمهورية، كل محافظات الجمهورية النهارده حضرتك بتستبدلي الوسيله الوحيده او الواحده اللي كانت للحصول على الخدمه في الشهر العقاري لاربع وسائل او خمسه او سته، تؤدي هذه الوسائل وتشعبها ان القضاء تماما على ظاهره الطوابير اللي كانت مرتبطه ارتباط كامل بمصلحه الشهر العقاري. تمام. وبالتالي الامر اختلف تماما، حتى في مجال تسجيل الملكيات وصدور قانون 9 لسنة 2022 اللي جعل فترة 37 يوم كافية لتسجيل العقار، يعني بعدها أصبحت كانت سنوات. وبالتالي الأمر يعني دايما بنقول إن النجاح في الشهر العقاري أو النجاح في تطويره لم يعد يحتاج لما نتحدث عنه، يعني المواطن أصبح يلحظه، حضرتك ممكن تلحظيه عند الذهاب في امور كده انا كمان معينة. شايفه كمان دكتور ضيف، شايفه كمان يعني اتاحه الشهر العقاري في النوادي الكبيره كمان بيخفف عبء على المحافظات اللي موجود فيها، يعني كمان بالاعداد اللي موجوده في النوادي الكبيره فانت بتخفف عبء، وبالتالي ايضا بتقدر تقدم في المكاتب الاخرى اللي موجوده في الاحياء خارج النوادي نفس الخدمه، فبرضه فيها تخفيف. هل هي النوادي اللي بتطلب ولا يعني الشهر العقاري بيطلب التواجد؟ يعني بتبدأ منين الخدمة؟ شوف يا فندم، هو تيسير الخدمة في حد ذاته دايما مرهون او مرتبط بشكل متواجد في ان كل المكاتب تبقى منتشرة في اغلب الاماكن او الاماكن اللي فيها قطاع. ومش هننسى ان احنا كان مثلا عدد سكان مصر في الفترة القريبة 70 80 مليون، النهارده تخطينا حاجز ال 100 بجانب اللاجئين بجانب الاجانب. صحيح. وما ننساش ان الشهر العقاري بيقدم خدمات كمان. طبعا طبعا طبعا، يعني الاخوه العرب الاشقاء العرب والاجانب ما بيقدمهاش فقط. طبعا طبعا، مكتب تسجيلي اصلا في مصر، يعني ده اكيد بالضبط. نتمنى. وبالتالي هو منتشر طبعا الحمد لله دلوقتي انتشار كبير جدا، يعني اكيد نتمنى لكم التوفيق.